مهتمة فعلا بالدولة كأم كأم كعربية أشوف هذا اليوم الجديد وعن كثم الدبل بيرد أو فاري سيستم بس كثير بس كلهم بدي نتوقع في الدبل بيرد أو فاري سيستم بس إن أمر في كل بيت في عنا ولا شيء يعاني من نفس التنفس يعني يكون under weight أو over weight بديت الوقت يكون عنده نقص بالفيتامينات والمعادن فعليه نحب all the good things as individual and with the time contribute together and fight for the future so يوم شكرا على هالopportunity لكون معكم في الفيلم كل شوي عن دور النفسي بالمجتمع وهاو بدي contribute to society because you seem to have a role to play كيف بلشت نسلي؟ بلشنا من عام 1866 مع عاطي نسلي اللي هو الفاوندر تبع نسلي اللي عملوا عاطي نسلي انه يدبلت وصفات تغيير لحسين اللي هي انسان كثير مع حليب فينسب حليب صفر كان بعاني بسوء التغذيه وهذا بفكر اكزاكتلي نحن كل الفوكس تبعنا هو الاكسن This is what we aspire to every day كل يوم كل الناس يفهموا نأمل إنه الجسم هي الكور تبع البزنس تبعنا ومثل هيك enhancing quality of life يعني تحسين من جودة الحياة و contributing لتلك الصحة أكثر للمجتمع تبعنا من الأفكار و العائلة هو أساس مثلنا on a daily basis مثل هيك هلا عم بديكم فيديو كيف يعطيكم نبذة عن كيف الأشياء اللي بنركز عليها بالمجتمع تنقدر تعمل impact Thank you.